مشاهدي قناة شوف تيفي، أهلا بكم في الموجز الرياضي لهذا اليوم. بات مستقبل إبراهيم كايتا مهاجم فريق الوداد البيضاوي لكرتها القدم قاب قوسين بعدما جاء اللاعب شيكاتارا لاعب فريق أبيا واريوز النيجيري لكرتها القدم صباح اليوم الأحد بمطار محمد الخامس قادما من نيجيريا لإنهاء إجراءات تعاقده مع الفريق الأحمر بشكل رسمي. وسيكون المدرب جون توشاك مجبرا على تقليص عدد اللاعبين الأجانب بعد تأكد تواجد لاعب كوني فابريس شيكاتارا كايتا ولاعب جديد آخر من نيجيريا. علمت شوف سبور من مصادر داخل فريق رجاء البيضاوي لكرة القدم أن سعيد حسبان رئيس الفريق الأخضر على موعد يوم غد الاثنين بملعب الوزيز مع مجموعة من اللاعبين لتدارس وضعيتهم المادية قبل انطلاق المعسكر التدريبي. وأفادت المصادر نفسها أن رئيس الفريق هو من طالب بعقد اجتماع خاص مع ركائز الفريق إضافة إلى اللاعبين الغير مرغوب فيهم خلال الموسم المقبل ومن بينهم أحمد جحوح ومحمد الحاج. عبرت مكونات وجماهير فريق اتحاد طنجة لكرة القدم عن تذمرها وغضبها لحرمانهم من صفقة اللاعب المتألق حماد زعيبة من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بحجة عدم خوضه لعشر مباريات دولية خلال 3 سنوات الأخيرة. وأفاد مصدر داخل فريق اتحاد طنجة في تصريح لشوف سبور أن الجامعة تعمدت إنهاء المفاوضات مع لاعب لديه ما يكفي من المؤهلات لإعطاء الإضافة للبطولة الوطنية وتعاملت بطريقة تفضيلية في حق اللاعب شيكاتارا الذي وقع مؤخرا بشكل رسمي لفريق الوداد ولم يتجاوز 7 مباريات دولية في الوقت الذي خاض اللاعب الليبي 8 لقاءات. ونختم الموجز الرياضي بتصريح وائل جمعة مدافع فريق الأهلي المصري السابق والذي قال أن النادي يتوفر على كل الإمكانيات وقادر على مفاجأة باقي الأندية خلال المباريات المتبقية في دوري أبطال إفريقيا، في إشارة إلى أن الأهلي ليس بحاجة لخدمات الوداد لتأمين مواصلة منافساته في عصبة أبطال إفريقيا. وأفاد وائل خلال تواجده في الاستوديو التحليلي أن الفريق الأحمر لعب أسوأ مباراته بدور المجموعتين، موضحا كذلك أن بقليل من التركيز كان الفريق الأهلاوي الأقرب لتحقيق الفوز. وردا على مداخلة المحلل المغربي سعيد رزقي حينما قال بعد نهاية اللقاء أن بإمكان الوداد أن تخدم مصلحة الأهلي خلال تحقيق الفوز على نادي جيسكو والأوسيك، وقال الأهلي لا ينتظر صداقات من أي أحد. مشاهدينا بهذا وصلنا لنهاية الموجز، نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.